أهلا وسهلا فيكم في درس جديد إن شاء الله. اليوم حنتعلم في الدرس هذا كيف نعمل موقع شخصي. الدرس هذا يعتبر مستوى مبتدئ. الموقع احنا حنعمله على بلوجر أو نظام مدونة، وحنقوم بالتعديل عليها بحيث إنه نحولها وتصير مثابة موقع شخصي خاص فينا. بعد ما تنجز هذا الدرس حتكون حصلت على موقع بدومين خاص فيك، وبإمكانك تنزل عليه الأخبار اللي بدك إياها وتعمله باسمك. الخطوة الأولى إن شاء الله حتكون إنه إحنا نعمل حساب على جيميل. تكتب www.gmail.com، بدنا نعمل ساين أب، نضغط على كلمة كرييت أن أكونت. حتظهر له صفحة عمل حساب جديد. إذا كان عندك حساب جيميل ممكن تتخطى الخطوة هذه وتنقل لجزئية تانية من الشرح لقدام شوية إن شاء الله. أول خطوة بدنا نعمل الحساب، فالمفروض نسميه باسم الموقع اللي بدي إياه. مثلا خليه نيو سايت، والإيميل بدك تسميه بالاسم اللي بدك إياه، نيو سايت مع مثلا 89. نشوف متوفر ولا لا. مش متوفر بنحط مثلا دوت. خلينا نختار واحد من الأسماء اللي هو معطيني إياها، نيو سايت 93. بكتب الباسورد اللي بدك إياها. بعديها بتعبي باقي الخيارات. هنعمل هو خيار ذكر، وبتختار رقم الموبايل الخاص فيك للتحقق، أو بتحط إيميل موجود او ايميلك السابق. هنا بتكتب الارقام الموجودة في الصورة 508، تختار الدولة، بتحط اي اجري، بتعلي علامة الصح، بتحط نيكس السيل. هيك المفترض نكون حطينا كل الاعدادات صحيحة. احنا هيك صار في عنا ايميل جيميل، بقدر انا من خلاله افوت على خدمة بلوجر او بلوجر اللي هتوفر لي امكانية اني اعمل موقع خاص فيه. بفتح صفحة جديدة، بكتب blogger.com. هنا زي ما احنا شايفين الايميل تبعنا. البلوجر حيطلب مني الباسورد الخاصة بالايميل تبعي، بفوتها وبضغط على انتر. هنا بيوضح لي لغة الموقع اللي انا بدي اياها عربية ولا اي لغة تانية. خليها عربية. بالملف الشخصي تبعي، هل بدي انشئ ملف شخصي ولا اخليه زي ما هو؟ بترك الاعداد كما هي، بس لازم انا اعمل ملف شخصي خاص فيا في بلوجر عشان لما اضيف المواضيع على الموقع تبعي تنضاف بالاسم الملف الشخصي هذا. فبضغط على انشاء ملف شخصي محدود في بلوجر اذا بديش افوت في الخيارات هذه، وبكتب الاسم اللي بدي اياه مثلا نيو سايت، وبعديها بضغط على زر متابعة إلى بلوجر. هيك أنا صار عندي الصفحة الخاصة بإعدادات الموقع جاهزة. فظاهر لي على اليمين هنا كلمة مدونة جديدة، بضغط عليها بيطلع لي هنا إيش بدك اسم المدونة يكون. فلنفترض إنه إحنا بنسميها مثلا التقنيات الحديثة، او مهووسي التقنية الحديثة، ونسمي الدومين تبعه مثلا نفس الاسم نيوتك 93، زي نفس اسم الايميل تبعنا. ممكن طبعا تغيره انت بعدين براحتك. من هنا عرض لي ثيمات او اشكال للموقع تبعي، انا بختار لنا الشكل اللي بدي اياه. خلينا نخليها على بسيط ونضغط على انشاء مدونة. خلينا نشوف الموقع تبعنا. زي ما احنا شايفين هنا ظهرت عند المدونة، كاتب لي بدء مشاركة. بدء المشاركة يعني تبدأ انت تضيف مواضيع عليها. بدك تفتحها تيجي بالزر اليمين عليها فتح في لسان جديد، فبتفتح لك صفحة الإعدادات الخاصة بالمدونة تبعتك. لو ضغطت على كلمة عرض المدونة حتظهر لك المدونة. لاحظوا هنا العنوان تبعها ما هو ست التقنية الحديثة، وهي الدومين تبعي newtech93.blogspot.com. هذا الدومين هو اللي حاطيه للناس عشان يقدر يفوت على الموقع تبعي. هذا حيكون الموقع. فلنفترض انه انا بضيف لي مشاركة، بس عشان الموقع ما يكونش فاضي
بضغط على مشاركة جديدة، تفتح لي الصفحة اللي لازم أضيف فيها المشاركة. بعمل نشر. لو رجعت عملت تحديث الصفحة هنا هلاقي المشاركة انضافت هنا. طبعا ممكن اضيف صور في المشاركة، اضيف اللي بدي اياه. طيب انا كيف ممكن اغير شكل الموقع؟ هذا شكل الموقع هذا مش عاجبني، بدي اغيره احط شكل تاني. بروح على قالب، كلمة قالب اللي على اليمين هنا، وزي ما احنا شايفين في عندي قوالب كتير ممكن اختار منها القالب اللي انا بدي اياه. فلنفترض انه انا القالب اللي بدي اياه مثلا هذا، من غير ما اضغط عليه وانا مأشر عليه بنص تظهر لي كلمة تطبيق على المدونة، بضغط عليها تم تطبيق النموذج، معناها بروح بحدث الصفحة بلاقيه القالب الجديد تم تفعيله وتغير شكل الموقع تبعي. زي ما احنا ملاحظين تغير شكل الموقع. بإمكانك طبعا تضيف تعديلات تانية على الشكل هذا، تضيف مواضيع، تغير هذا الكلام، تحط بداله صورة. كل هذه الأمور حنشرحها إن شاء الله في الدروس الجاية، بس مبدئيا هي رابط الموقع، وهيك بكون صار لك موقع شخصي خاص فيك بإمكانك تضيف عليه الأخبار. حنشرح برضه في الدروس القادمة إن شاء الله كيف تضيف دومين خاص فيك للموقع هذا، بدل كلمة دوت بلوج سبوت دوت كوم يكون موقع باسمك مثلا أحمد دوت كوم أو أحمد دوت تي كي مثلا ومجانا. خليكم متابعينا إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية.